في اهتمام كبير جدا بزيادة إنتاجية القمح والتيسير على المزارعين لهذا المحصول الاستراتيجي، عشان كده في مبادرة بيدعمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اسمها ازرع. المبادرة دي قدرت إنها توفر تقاوي لمحصول القمح بتخفيضات وصلت ل 50%، وتم الاستفادة منها في زراعة 450 ألف فدان قمح بالوادي الجديد. مبادرة مهمة جدا، نتعرف على تفاصيل أكتر حول مبادرة ازرع مع الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد. بنصبح على حضرتك دكتور مجد، صباح الخير. أهلا يا فندم، أهلا بالسادة المستمعين، أهلا أستاذ محمد، أهلا أستاذة جمانة، كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة أعياد طبعا إخواننا الأقباط، وكل سنة وحضراتكم طيبين، والحمد لله كانت مبادرة أكثر من ممتازة. طبعا كانت بدعم من طبعا الكنيسه الانجيليه والتحالف الوطني، وكان مخصص للمحافظه حوالي 120 الف فدان. طبعا كان التقاوي بناء على تعليمات معالي السيد وزير الزراعه بتوفير تقاوي المبادره، والحمد لله وزعناها على مستوى طبعا مراكز وقرى محافظه الوادي الجديد. الحمد لله احنا طبعا مش اول مره المحافظه دي الجديد، السنه اللي فاتت زرعت حوالي 436 الف فدان، انتجنا حوالي اكثر من مليون طن من القمح. فيعني الحمد لله زراعه الوادي الجديد القمح ده الجديد. رقم مهم جدا، واحنا حابين برضو نتعرف من حضرتك ونعرف الساده المشاهدين على هذه المبادره، مبادره ازرع اللي اطلقها التحالف الوطني للعمل الاهلي للتنموي من سنتين، وكانت بتستهدف الى يعني زياده المساحه المزروعه من محصول القمح. الوادي الجديد خلال السنتين دول، السنه اللي فاتت والنهارده السنه دي، استفادت قد ايه من هذه المبادره على كافة المستويات، سواء التقاوي أو الأسمدة أو غيره، أو الإنتاجية الخاصة بمحصول القمح؟ هي طبعا يعني تعتبر مبادرة الإزرع كانت أول سنة، هي نفذت في محافظات أخرى، ولكن كانت السنة دي أول سنة تتنفذ في محافظة الوادي الجديد. طبعا الميزة فيها إن هي كان بتخفض ثمن التقاوي بنسبة 50%، يعني بالراحة كده شكارة بفلوس وشكارة مجانا، فطبعا في إقبال كبير من السادة المزارعين. كان طبعا زراعة 2 فدان طبعا و5 فدان بالنسبة للي عنده حيازة أكثر من 2 فدان، فالحمد لله تم توزيع هذه التقاوي على كل قرى المحافظة، وحاليا دلوقتي بننتهي من الحصر للكميات اللي توزعت بالمبادرة. وأيضا احنا كمان سجلنا حوالي أو حصرنا حوالي 310 ألف فدان خارج المبادرة، فنتمنى إن شاء الله إن احنا نوصل للمساحة اللي حضرتك قلتها في بداية اللقاء. طيب يا فندم، عشان نقدر نحقق هذا المستهدف بكل تأكيد في تسهيلات مختلفة بجانب فكرة التخفيض بنسبة 50%، ايه التسهيلات اللي ممكن تقدم كمان للمزارعين؟ هي طبعا المبادرة بتقدم تسهيلات ان هي بتتابع زراعة محصول القمح عن طريق طبعا أعضاء مجلس البحوث الزراعية، السادة الباحثين بمركز البحوث الزراعية وكلية الزراعة جامعة الوادي الجديد، مديرية الزراعة، مركز بحوث الصحراء، كل الكوادر العلمية طبعا في عبارة عن فرق بحثية بيتم أسبوعيا عمل ندوات ومتابعة زراعة القمح من بداية زراعة التقاوي وحتى الحصاد، حتى نحصل على الحمد لله احنا متوسط انتاجيتنا حوالي السنة اللي فاتت كان في حدود 18 أرداب، وطبعا في بعض المزارعين وتكرم عندنا 2 مزارعين، واحد من الخارجة وواحد من مركز باريس، كرموا يعتبر وصل الإنتاجية حوالي 28 أرداب للفدان. دكتور مجدي، يعني بتتم زراعة محصول القمح المحصول الاستراتيجي يعني وفقا لأحدث أساليب وتكنولوجيا الزراعة الحديثة، بيتم تطبيق ما يعرف بالزراعة الذكية، مفهوم جديد وإحداث تقنيات وأساليب جديدة في الزراعة. كلمنا أكتر عن هذه التكنولوجيا وإزاي بتساهم في زيادة إنتاجية الفدان.
طبعا هي الزراعه الذكيه مش في القمح بس، لا في جميع الزراعات. ومحافظه وادي الجديد الحمد لله اكاد اقول لك ان احنا الزمام المنزرع بتاعنا او المساحه المنزرعه حوالي 750 الف فدان. اعتقد ان احنا عندنا حوالي 650 الف فدان بيزرعوا بنظم الري الحديثه، سواء ري بالتنقيط، سواء بالرش ثابت، سواء بالري المحوري، واخيرا طبعا الري المطري. طبعا ايضا الزراعه بتتم بالالات الزراعيه الحديثه، الحصاد بيتم بالكومباين اللي هو بيقوم بعمليه حصاد القمح. فيعني حضرتك كل الزراعات حاليا في محافظه وادي الجديد زراعه متطوره. وطبعا احنا الحمد لله عندنا الشركات الاستثماريه وجهاز الخدمه الوطنيه زرع مساحات كبيره جدا جدا، فده ايضا بتطبق فيه الزراعه الذكيه مش في القمح بس، في جميع الزراعات. ونتمنى ان شاء الله ان احنا دايما مساحه القمح تكون في زياده مستمره عشان نحقق لبلدنا ان شاء الله الاكتفاء الذاتي في ظل طبعا الظروف الحاليه اللي موجوده في خارج دول مصر. يعني يمكن طبعا ده المستهدف او الهدف الاكبر يا دكتور مجد، لكن خليني اسال حضرتك برضو عن التقاوي ونوع التقاوي وجوده التقاوي. هل بيتم التواصل او التعامل مثلا مع المراكز البحثيه لاستخدام تقاوي محسنه او تقاوي معدله؟ طبعا بالنسبه للتقاوي بتجهزها طبعا الاداره المركزيه للتقاوي تابعه لوزاره الزراعه. وزاره الزراعه ملف موضوع زراعه القمح مهتمه بيه جدا جدا. معالي السيد المحافظ الوادي الجديد مهتم بزراعه القمح. احنا مش عايز اقول لحضرتك ان احنا بنعمل حصر كل 3 ايام وبتم ارساله الى وزاره التنميه المحليه. كل الوزارات المعنيه مهتمه جدا جدا بمتابعه زراعه القمح. التقاوي بتتوفر طبعا عندنا، عندنا محطه للغربله، عندنا اصناف فائقه الانتاجيه. المزارع عندنا الحمد لله يعني كل الزراعات عن طريق الزراعات التقاوي اللي بتجيلنا تقاوي معتمده. طبعا بيشرف عليها مركز البحوث الزراعيه، معهد بحوث المحاصيل الحقليه وقسم بحوث القمح. يعني الحمد لله عندنا التقاوي، ما فيش عندنا اي مشكله، وما زال الحمد لله عندنا تقاوي جاهزه لاي استخدام واي زراعه ان شاء الله. الحمد لله. يعني حضراتكم مع المزارع من المرحله الاولى من بدايه الزراعه وحتى وصولا الى من تجهيز الارض. من تجهيز يعني الارض. احنا الحمد لله محافظه وادي الجديد تعتبر حتى في الحقول الارشاديه احنا جالنا حوالي 1400 فدان حقل ارشادي. جميل. طبعا الدوله المصريه ووزاره الزراعه مهتمه جدا جدا بالتوسع في زراعه محصول القمح. يكاد يكون ان احنا حتى في الحقول الارشاديه لنا نصيب الاكبر في المساحات اللي بتتم زراعتها، في اشراف كامل من الحمله القوميه. جميل. للنهوض بمحصول القمح اللي بتشرف عليها طبعا اكاديميه البحث العلمي. الارقام اللي حضرتك قلتها لنا يعني استهداف مليون فدان، دي ارقام مبشره بالخير جدا من الوادي الجديد. حابب بس اعرف من حضرتك المرحله التاليه بقى. هو مليون طن ساعتها. مليون طن، عفوا انا اسف. يعني انا انتجنا السنه اللي فاتت حوالي مليون طن. مليون طن من القمح. وهل تعرف سعاده حضرتك ان محافظه الوادي الجديد بتستهلك من هذا المليون 30,000 طن؟ يعني عندنا المحافظات الاخرى بتاخد من محافظة الجديد حوالي 970,000 طن مصدره للمحصول، بتوزع على جميع المحافظات الحمد لله. السؤال لحضرتك مرحله ما بعد الحصاد وجني المحصول بتتم ازاي، وازاي بيتم النقل والتسويق والتشوين كمان، المرحله مهمه جدا لهذا المحصول. عندنا طبعا الحمد لله احنا عندنا عندنا صوامع. أيوة. صومعة سعة 60,000 طن في شرق العوينات، عندنا صومعة في الخارجة حوالي 45,000 طن. وزارة التموين بتقوم بعملية نقل الكميات الأكثر من استيعاب الصوامع إلى خارج المحافظة في سوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم، غير طبعا صوامع التابعه للقوات المسلحه. يعني الحمد لله بتتم بيسر جدا جدا. المزارع عندنا مجمعات، الجامعات الزراعيه بتجمع
محصول القمح. طبعا النقل بيكون بين المراكز والقرى بيبقى ميسر جدا جدا، بتبقى طبعا في شكاير. الحمد لله ما فيش اي شكوى في السنوات الماضيه من عمليه حصاد القمح. الحمد لله حتى الالات الزراعيه اللي بتحصد القمح اللي هو جهاز كومباين الحمد لله متوفره جدا جدا في المساحات الكبيره او الاماكن اللي فيها مساحات كبيره من زراعات القمح. فالحمد لله ما فيش اي مشاكل في حتى ما بعد الحصاد، في متابعه دقيقه من وزاره الزراعه، في متابعه دقيقه من معالي السيد المحافظ، اجهزه الدوله كلها بالكامل بتتابع حصاد القمح، واحنا ان شاء الله نتبشر خير باذن الله، تكون محصولنا ان شاء الله يفوق العام الماضي، ونتمنى ان احنا دائما وابدا في توسع في زراعه القمح لتحقيق ان شاء الله الاكتفاء الذاتي لمصرنا الحبيب باذن الله. دكتور مجد، بالنسبه للمبادره، هل كل المزارعين ممكن يشتركوا في هذه المبادره ويستفيدوا منها ولا في شروط؟ لا حضرتك، كل المزارعين بيستفادوا بيها. يعني احنا حتى بعض المزارعين عملنا تجمعات للمبادرة من 5 لـ25 فدان، كل المزارعين ما فيش شروط، هي مبادرة أكثر من ممتازة، وإن شاء الله نتمنى إن هي السنة الجاية نتوسع فيها. كل مزارع في كل قرية وكل حوض تم طبعا تم توزيع التقاوي عليه، يعني ما فيش اي مشكله من عمليه الحصول على التقاوي. طيب سريعا يا دكتور، خليني اعرف من حضرتك، بالنسبه انه الملف الاهم والابرز واللي بيشغل بال العالم كله فكره التغير المناخي، هل لوحظ اي دور لتغير المناخ على المحصول السنه دي؟ المحصول السنه، لا يعني السنه اللي فاتت الحمد لله، او لظروف الزراعه او باي شكل؟ لا لا لا، الحمد لله التغيرات المناخيه بالعكس، يعني احنا السنه دي احنا كان عندنا ميعاد الزراعه الامثل من 5 نوفمبر وحتى 30 نوفمبر، لا التغيرات المناخيه كانت في الصالح، يعني ممكن وصلنا لزراعه القمح لما بعد يعني 15 ديسمبر، فادانا مساحه من الوقت ان احنا نزرع كميات اكثر، فما عندناش اي مشكله حصلت بالنسبه للتغيرات المناخيه، لا بالعكس احنا عندنا الجو دافي. لو انتوا شفتوا حضرتك درجات الحراره من 23 ما بين 23 و 10، فيعني الحمد لله ما فيش اي مشكله تمت او حصل اي مشكله من التغيرات. يا رب ما يبقاش في اي مشكله. في صف طبعا زراعه القمح. يا رب ما يبقاش في اي مشكله الفتره اللي جايه. سريعا كده دكتور مجد بعد اذنك، حابين نعرف كمان ايه انواع المحاصيل الاخرى غير القمح؟ طبعا الوادي الجديد بتشتهر او يعني بعده محاصيل اخرى مهمه كمان بتعتبر اضافه للمحاصيل الزراعيه في مصر. احنا عندنا طبعا المحصول الاول، طبعا عندنا المحصول الاول محصول البلح، تمور. عندنا الحمد لله يعني ابشركم ان احنا تخطينا، وابشر مصر كلها ان احنا تخطينا 4 مليون بالظبط كده و45 الف نخله. السنه اللي فاتت انتجنا حوالي 175 الف طن من التمور الحمد لله. كان الكميات اللي صدرت خارج مصر كان حوالي 60 الف طن، كنا حوالي 45 الف طن طلعوا من محافظه وادي الجديد. طبعا عندنا الصنف الرئيسي الصعيدي، عندنا اصناف اخرى المتميزه زي الصنف المجدول والبرحي والصقعي والخلاص، عندنا ايضا التمور الجافه، التمر السلطاني، عندنا الحمد لله. ده بالنسبه لشق النخيل، الحمد لله كان ده بسبب المبادره اللي اطلقها فخامه السيد رئيس الجمهوريه في شهر يناير 2019، ان احنا كان عندنا 2.5 مليون نخله. جميل. وحضرته وجه السيد محافظ وادي الجديد بزياده
هي اعداد النخيل وزراعه النخيل ل 2.5 مليون نخله. احنا الحمد لله نتيجه المبادره زرعنا اكثر من مليون. وهي المحافظه نخلة الاولى على مستوى الجمهوريه طبعا في انتاج التمور، وزي ما حضرتك قلت لنا في المداخله في توسع كبير جدا في انتاج محصول القمح، يعني حوالي مليون طن من القمح بيخرج من محافظه الوادي الجديد. بنشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات دكتور مجد المرسي وكيل وزاره الزراعه بالوادي الجديد، وصباح الخير على حضرتك.